نفتح مناديس الضمام، نفتح مناديس الضمام، يودان يودان الليدين، يودان يودان الليدين، نفتح مناديس الضمام، نفتح مناديس الضمام. مناديس الضمام تنفتح لكم بالسوالف والحكي والفنون. طبعا سمعتوا على القمر الصناعي صح؟ سمعتوا على القمر الصناعي، لكن ما سمعتوا على القمر الصناعي وسالفته وش في التشحشح، ومن هو هذا القمر الصناعي في الفن؟ راح تعرفوه. ايضا سالفه يقول انا جاي من الهند، 3 ايام اكل وشرب حلو، ايش اللي صار معه؟ راح تسمعوه. القصبه، الشرح، كل هذا اليوم بتسمعوه. ايضا كيف قصه الشايب لما كان جاي من الهند وايش اللي صار عليهم؟ يقول الموجه مثل البيت، يعني تخيل موجه مثل البيت ويمكن اكثر. كل هالتفاصيل في حلقة الليلة وفي مندوس الليلة. مرحبا فيكم وين ما كنتوا. مناديس السلام عليكم. أبزل غن. كيف الحال؟ الحال. الله يعافيك. صحة. أنت بخير. طيب. الحمد لله. كيف الجماعة؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. وأنت بخير. هذا العلوم. مش علوم. ماشي خبر. أبد شي علوم شي أخبار. الله كل خير. جوال نصيب من فرج من جمعان بيت شمسة. حياك الله. كيف حالك بخير؟ الحمد لله. الله يعافيك بالخير. كيف حال الحمد لله مش كيف نعم. وأنت بخير. الحياك. الله يعطيك العافية إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. زايرينك اليوم. الحمد لله حلو سهل. سوالف وفنون ما شاء الله عليك. إيش فنون معك؟ قلت لي القصبة. فنون القصبة. أها. والشرح. والبرعة و بعض اللعبة الثانية يسموها صوت الهوج. هذه ما صوت ايش؟ صوت الهوج. الهوج الهوج بعد موجود. صوت موجود هذا. وكيف حالك انت؟ الحمد لله. مريح؟ كيف كنت؟ الحمد لله. الله يعافيك. معنا اشوفك شويه. ها ركبتك؟ الركاب الناس كلهم يسيحون من الركب. من الركب؟ من الركب يسيح. شيبت الوالد؟ شيبت والله. الشيب ولا العيب. صحيح. احسن انسان شيب. صحيح. ولا يصير في شعيب. الله يعافيك ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحييكم. مره واحده ليلة واحدة سهروا هنا عند البيت. سهراني ذاك زمان بعد الشايب شباب والطبل شباب بعدهم وين وسهر بالليل هنا. سمعت مني والناس في الجبل وتحيت على الهبوب هذه اللي يسموه بري
حبوب بري، حبوب البري. ذاك زمان سمعت الانسان وين تسمع، مش مثلا الحين اقول لك سالم ايش تقول، انت تحكي اقول ليش ما سمعك ايش تقول، اول كلام عليه من بعيد اعرفك ايش تقول. الحين سمع مشي، السمع خف شوي، خف سمع. انا تلوث هذا اللي ضيع العالم. صحيح. قال لك يوم طق الشايب بالليل من هنا من تحت البيت سمعوه في الجبل، الرجال اللي نازل من هناك وجاء وسال قال البارحه سويته طبل هنا؟ قالوا نعم. قال والله سمعته من الجبل. من الجبل، وهو مني من مرباط. من مرباط رجع وطقنا هنا تحت البيت. ما شاء الله. وزي لازلتوا معكم محافظين عليها؟ لا الطبل احنا محافظين عليه، محافظين عليه ما يتحرك. تروحوا بالعروسات اماكن تشلوا معكم؟ الناس هنا قال ما نعرف الشيء الغناء ولا نعرف الشيء اي افراح اللي بهالطبل هذا. والقمر الصناعي، قمر صناعي الله يرحمه، سالفه غير. سالفه غير القمر الصناعي في الحديد الله يرحمه. زين الوالد نصيب، كيف سالفة القمر الصناعي؟ القمر الصناعي كان يغني تشحشح تشحشح تشحشح، يسموه تشحشح. لكن المشاهدين بعدهم ما يعرفوا القمر الصناعي؟ لا ها؟ لا أتخبرهم؟ ما تخبرهم القمر الصناعي؟ الله أكبر. القمر الصناعي دار داره في 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 شو اسمه؟ في 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 كون الفن. الفن يوم جاء الفن سمعت مني تقول القمر الصناعي اللي توصفونه ماتوا العرب وفنوا العوادي. القمر الصناعي الوالد اللي توصفونه، لكن اخوك اخوي اللي هو حديد، حديد بن شم بيت شم، حديد بن فريج بن جمعان بيت شمسه، بيت شمسه وشاعر. شاعر. ومن ما يعرف الوالد حديد؟ كلهم يعرفوا، كلهم يعرفوا، كلهم يعرفوه. وكيف قصته هذا؟ كيف قصته؟ القصه كان في تشحشح يجي رامسين تشحشح، رمسات رامسين تشحشح. هني في مرباط؟ لا في صور. في صور؟ كان في صور ما يجي. هذا في صور. جاي هنا إلا من بعد وكان له في صور. هذا الرمس في صور؟ كله في صور. تشحشح هنا؟ تشحشح، ما تشحشح ما يصير إلا في صور. صح. أنا مشي أبدا. الناس في الرمسة رامسين. وهذا حد قمر صناعي قبل عليهم السكة. القمر الصناعي هو الوالد صناعي. حديد. حديد. أخوك. أخوي. الله يرحمه. أوه. يوم جاءت الحرمة قالت قمر الصناعي اللي توصفونه ماتوا العرب وفنوا العوادي. تشحشح تشحشح، ماتوا العرب وفنوا العوادي. قال لهم واجف على طول. واجف يابس يابس. قال شاشة عجم ما نفتكر فيك، شاشة عجم ما نفتكر، ما نفتكر فيك عن المراكب ما هيالي، متشرخة شرعك من العام ومجحبة فوق المعالي. لا مرة رمست؟ ايش ترمس بعد؟ روحت طلعت من الصف. شاشة عجم؟ ما نفتكر فيك. عن المراكب؟ ما هي؟ ما هي يعني؟ اركب في هوري صغير وخلي مركب كبير. كيف يسافروا فيه هذا؟ ما حد يسافر في الهوري. اها. اسافر في مركب كبير. انه قال عن المراكب ما هي يعني؟ زين. ما اقدر. من العام؟ متشرخ شرعك، الشرع ما في شرع. قال متشرخ شرعك من العام. من العام متشرخ شرعك ومجحبة فوق المعالي. ليش سموه القمر الصناعي؟ هو مثل ولا اتكلم عن كلمة واحدة سموه قمر صناعي، سموه منظرة، سموه قمر صناعي، سموه منظرة، سموه منظرة، منظرة. ان رجال من ذوي شيطان الله يرحمه، شيطان تشوفي الهف هذا ويف هذا ويف هذا ويف هذا. وقمر صناعي ويرمس في كل فن؟ يرمس في كل فن، ميدان ما ميدان كل يرمس فيه. حتى الميدان وفنون، يعني فنون الشمال وفنون الجنوب، والفنون الشمال والجنوب وحتى فنون الافريقيه. افريقيه عنده هو اللي علمني انا. يعني انت عندك من فنون افريقيه بعد؟ مش هو اللي علمني فنون الافريقيه. ما شاء الله. يرمس بعد نانا؟ يقول نانا؟ نانا لا ما يقول نانا ابدا. هذا نانا لهن الجبل، ما لهن الجبل
نانا مال جبل ما تبع فيها كان زمان نانا هو وين في صور هناك وفي صور ما جالس انا ولو هنا كان بعد ولو جالس انا ما احتاج وانت سافرت انا سافرت ما سافرت البحر لما شيبتها شوف الراس ابيض يعني هاي الشيء من البحر من البحر اللي هلكنا اكثر شيء البحر هين وصلت وصلت جميع انحاء العالم الخليج كله والعراق الهند اليمن افريقيا ماشي مكان ما مشيت ماشي مكان ما مشيت له بتسولفني على البحر بسولف لك اكثر شيء على البحر لقل السوالف نحبنا على البحر ما تباهني لا ما باهني هين تباه تباه على البحر تباني نجلس على البحر يعني البحر نجلس على البحر انا هذه سوالف في البحر وتخبرني بكل شيء بحر بكل شيء على البحر ما قلت اللي اسلم بس ما طلبت يلا يلا انا مقايده ومرسوغه مقايده ومرسوغه خيل تسعيدي مقايده ومرسوغه ولا الخطا من صوغه ولا الخطا من صوغه والقد معنا ولا الخطا من صوغه مكان حساس هذا؟ مكان حساس هذا يسموه انصير 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 ونسبح من هنا نسبح من هنا اللي ما ذاك صوغ لين هناك؟ اخر الخيصر. الغبه الغبه للخيصر عند بن علي والله سبح صغيرين صغار وتشوف روسنا في البحر مثل النرجيل الروس مثل صغيرين صغار لا نخاف من السمك ولا نخاف من شيء ابدا والكنعد والكنعد تقع عمانين تشوفوه نشوفه اسماعيليين يقول قارئ الروم طبق شوم تذهب عروق فضه قارئ الروم قارئ الروم الروم اها بتذهب عروق فضه قارئ الروم مثل الذهب عروق فضه عروق فضه البدوك يقول لا البدو اول زمانها البدانه يقول بشكلها قارئ الروم الروم مثل ايش؟ مثل الذهب عروق فضه عروق فضه يوم يشوفوا كذي يوم يقعد يوم الكنعد يلا زين الوالد قلت لي سفراتك وايد كثيره سفرات وايد في البحر كثيره كثيره وش اكثر المواقف اللي صارت اللي كنت تذكرها؟ صارت لي وقفه واحده في الهند في الهند يوم طلعت من الهند كيف السالفه؟ طلعنا من الهند في خشيبة عيال غبار من سور يوم وصلنا في نص البحر كالعادة لنا ثلاثة أيام من طلعنا وثلاث أيام ما ماشي مصايب ثلاث أيام ماشي كوس باردة كوس باردة وأكل حلوة أكل حلو يوم طلعنا من هناك ثلاثة أيام هلاك تقريبا نص الليل قال توثقوا والموت وصل توثقوا الموت وصل نشوف هل الموج وين بيوت مثل البيت مثل البيت البون اخشيبه فوق وتحت ويمكانها ما تتحرك يلا 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 من نص الليل اللي اصبح الصبح وحن انا والله فوق سكان بغينا فرد واحد مشان سكان ما قدروا وجن واخذ قال وجبسه اليوم ولاكم حيين في صور بعده شمج ما حد الا انت للسكان مسكت سكان والله انا وطيت رجل واحد هني ورجل واحد هني شفتي مشان ستيري وهذا هني وياه فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت من نص الليل لما اذان فجر وانت على هالحال ولا ماشي اشغل اذا ترك السكان خشيبه راحت راحت خشيبه ربك ويوم تقول قبل طلوع الشمس شوي تقول هذاك الهواء كذب ما منشي استبح الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نهار ثاني هين سبحنا فوق مسقط سبحان الله فوق مسقط سبحنا ويعني ما صابكم شيء والحمد لله رب العالمين جينا منها سبحان الله الحمد لله رب العالمين ويوم عقيتوا بعد هذاك يوم عقينا يوم جايين من افريقيا كيف نوبة هذه؟ يوم جايين من افريقيا طالعين من زنجبار طالعين من زنجبار ودائما نخطف اسمه سقطرة سقطرة في الطريق سقطرة ايوه سقطرة في الطريق خطفنا سقطرة فلين تقريبا حوالي
خمسة أيام في سقطرة وسافرنا. سافرنا في سقطرة حيدة أخشب شاحنات إيش قندلة كله قندلة شاحنات خن وسطح تلبيس نسوين تلبيس فوق. يوم وصلنا فوق مكتشو عاصمة الصومال كان هين في الغبة. وصلنا مكتشو قالنا تقبل ها قال وصل اليوم رجال وعدت طق بعمرها خشيبه طق بعمرها وطق بعمرها وطق بعمرها وطق بعمرها. تقول انت تقريبا يوم اربع ساعات الماء يلم هنا ما كان فوق في خشيبه داخل في الخن مكينه نزابه تنزف ما لحقت من كثر الموج اللي طلع ساح نوخذ فنقول رمو قبضنا بس جاب العمرك انت تخطف عليك القندله كانها رصاصه مر وتحيد القندله رطبه وبعد هي وقشارها يوم تقول فيها جي انت ما لك استنى روح عندك منك ها 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 لما عقل اللي فوق سطح بس قلنا لهم الديزل والحطب ممنوع حد يمس الديزل والحطب هذا بعد ما يتحرك ابدا والصنبوك خليها مربوطه يوم فضينا اللي فوق سطح تحود تنبهت خشبه تنبهت خشبه استريحنا الموت وربك يا رحم الراحمين يا رحم لما اصبح علينا الصبح الحمد لله رب العالمين اصبحنا بخير وعافيه الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه والحمد لله الحمد لله يا 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 علينا البدان ضاع ملف الناصي هنا سن يسا والعلا بشاشة يديرة صباح وتمسي على بشاشه. زين الوالد نصيب نغني؟ نغني. ايش بتبدا؟ ايش من الفنون اول لك مارست فيها اكثر شيء قلت لي؟ مارست بالقصبه. القصبه والشرح والشرح والبرعه والبرعه وصوت الهود وصوت صوت الهود الهود صوت الهود. ايش نبدا؟ وين نبدا شويه من القصبه؟ القصبه؟ بنبدا بالقصبه اول شيء. ابدا نعم تفضل. يا دانا دانا يا دانا دانا دين دان يا دانا يا ليل يا دانا دانا يا دانا دانا يا دانا دانا دين دان يا دانا يا ليل يا دانا دانا هذه قصبة قصبة الحين بنقول عن الشرح الشرح دان دانا ويا دان دان دانا دان دانا ويا دان دان دانا دان دانا يا دان دان دانا دان دانا ويا دان دان دانا وصلوا بالنبي يا الله عطاني وزرت ابن علي له جد سادة وصلوا بالنبي يا الله عطاني وزرت ابن علي له جد سادة
أول ما ذكر سيدي محمد وجمع الصالحين وأهل الصحابة. أول ما ذكر سيدي محمد وجمع الصالحين وأهل الصحابة. عطيتها غنى اسود ما ذهب واللي شال الهبوب تحت عصابة. عطيتها غنى اسود ما ذهب واللي شال الهبوب تحت عصابة. اللي شال الهبوب تحت عصابة. تحت عصابة. عطيتها غنى الحرمة متقنعة اسود ما ذهب واللي شال الهبوب تحت عصابة. شيء ثاني مقبر ما تنشاف صورتها أبدا. إنزين هذا الشرح. هذا الشرح. باقي صوت الهود. صوت الهود. صوت الهود. يا الله دانا يا دانا 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 يا دانا لدانا. يا الله دانا يا دانا 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 يا دانا لدانا. يا الله يا سيد محمد زواج تشكر عليه الزواج. يا الله سيد محمد زواج تشكر عليه الزواج. يا الله وفارشين الحرير والجود ريفوقه وساده. يا الله وفارشين الحرير والجود ريفوقه وساده. يا الله على كلنا حاجة على كلنا حاجة من الشقاء والعادة من الشقاء والعادة. على كلنا حاجة على كلنا حاجة من الشقاء والعادة من الشقاء والعادة. نحن قصدنا لمونا نحن قصدنا لمونا في بيتنا ومنونا في بيتنا ومنونا. زين الوالد عافيه. احنا عاد بنختم لكن بتسمعنا شيء ولا شيء ولا تعبت؟ تعبت. ها تعبت مره. مسموح لا. مسموح سمح. وانت بعد سمحنا الله يسمحكم في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. احسنت جزاك الله خير. الله يعطيكم العافيه. مشكور. حياك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه. وان شاء الله بنلتقي بعد مره ثانيه باذن الله تعالى اذا اراد الله. باللقاء اطول من اللقاء واكبر من اللقاء ان شاء الله بيصير افراحنا اكثر واكثر ان شاء الله. اذا ما سابنا شيء ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يصير كل شيء موجود هنا باذن الله سبحانه وتعالى. باذن الله تعالى. وانتم بعد مشاهدينا مشكورين وين ما كنتوا. مندوسنا لليله قفلناه. تمسوا بالخير. حياكم الله.